في هذا الفيديو يا أحبائي سوف أقدم لكم خوارق طبيعية لا يمكن تصديقها فعلا، وبفضلكم يا أحباب قوموا بضغط زر إعجاب لايك لتحفزوني على رفع المزيد من الفيديوهات. الموجة التي لا تنتهي، إن حلم أي راكب أمواج أن لا تنتهي الأمواج ولا تتكسر، لكن المفاجأة أن هذا يحدث بالفعل في البرازيل، وتعرف الموجة البحرية باسم بوروروكا، ويمكن للموجة أن تسير مسافة 800 كيلو متر دون أن تبطئ، وتبلغ حوالي 3 متر وتستمر لمدة نصف ساعة، وذلك لأن المد والجذر بالمحيط الأطلسي يلتقي مع فم نهر الأمازون. الصحراء المزهرة. تعرف الصحاري بثلاثة أشياء رئيسية: الحرارة الحارقة والحد الأدنى من النباتات والحيوانات والافتقار إلى الماء. ولكن في صحراء أتاكاما الأمور تبدو مختلفة، فهي صحراء مليئة بالزهور الجميلة، وتكثر الزهور بشكل كبير في السنوات التي يكون فيها هطول الأمطار مرتفعاً بشكل غير عادي، ويحدث هذا الحدث كل 5 إلى 7 سنوات. الصخور الحية. يمكن العثور على الصخور والأحجار في كل مكان، فإذا نظرت داخل حذائك بعد المشي على درب جبلي فهناك احتمال أن تجدها. ولكن هل يمكن تصديق وجود صخور تنزف دماً؟ توجد ما تسمى بالصخور الحية، وهي عبارة عن لافقاريات بحرية بقوة الصخور يمكن تصفيتها باستخدام المطارق، ويظهر قلبها أحمر كأنها مليئة بالدماء، وتؤكل الصخور الحية نيئة مثل المحار أو مطبوخة مع السلاطة والأرز. إن أعجبك الفيديو فقط اضغط لايك، وإن أردت المتابعة اشترك في القناة وفعل الجرس.